انت رحت اعتصامات الاخوان في رابعه؟ لا ما رحتش في رابعه. خالص لا لا اكيد لا لا افتكر ولا رحت هقول لحضرتك. ما رحتش. ما رحت لا. طيب نعم. ما كنتش مع الجماعه بتوع السلفيه الجهاديه في سيناء؟ لا لا ما كنتش خالص مع. ما لا كنت بتصلي في المسجد على طول ولا؟ كنت بصلي في المسجد ليا جيراني وليا المساجد اللي بنصلي فيها والناس تعرفنا هناك والحمد لله. ما كانش في اي علاقه مع اي حد من اطراف المعروفه يعني اللي هم الوافدين على سيناء او غيره؟ ما فيش زي يعني ايش الوافدين؟ يعني في جماعه بيجوا سلفيه جهاديه، في ناس بتيجي من غزه، في ناس كذا، ما كانش لها علاقه بحد؟ اكيد اكيد اعرف ناس منهم، انا راجل شغال في الحج والعمره، اكيد اعرف ناس منهم. اكيد اعرف ناس منهم، لكن انا ما كان يعني ايه، ما كان ليا نشاط في مصر يعني. اتضايقت من الاخوان ان هم قالوا وما نفذوش، وفي نفس التوقيت مصر سلكت مسلك غريب يعني، اللي حصل من موضوع سجن الاخوان والتوسيع يعني السجون وسجن بصفه عامه اللي حصل للمتظاهرين، وحضرتك شفت الاحداث هذه. فانا اخذت قرار ان انا اتجنب الامور. بس محدش قرب منك يا هيثم، يعني الغريب في الامر اللي انا مندهش، محدش يعني اي حد بيقابلني يقول لي اصل الامن عمل فيا وخلى وراح وجرينا وغير انت لا ما احنا بنتابع امنيا، احنا كنا بنتابع امنيا. طب ليه تابعوك امنيا وانت مالكش نشاط؟ اولا انا يعني قبل ذلك انا كان يعني اتسجنت في مصر يعني. أيوه. ليه؟ اتسجنت في مصر. امتى؟ سنه كام؟ يعني 2004 2005 اتسجنت ايام احداث طابا. ايام التفجيرات طابا. نعم استجنت حوالي سنه او سنه وشهرين. فكان بعديها في متابعات امنيه بس. هو انت كنت لك علاقه باحداث طابا؟ لا ماليش علاقه باحداث طابا خالص، يعني ماليش اي علاقه باحداث طابا اللي جرت في نهائي. انا ليه علاقه باحداث طابا؟ بسالك. سجلنا فتره وطلعنا على فترات وخلاص وعشنا فترات اكثر من 8 9 سنوات. اجهزه الامن راحت جابت كل الناس اللي بيصلوا في الجوامع بعد حدث طابا؟ لا مش كله، بس دايما في اي واقعه بتوسع دائره الاشتباه وبتتاخذ الناس، وفي الاخر الناس اللي بيبقى عليهم يعني ثبت عليهم اشياء بيحكموا، والباقيين بيخرجوا على دفعات او فتره بقى في اعقاب احداث طابا. اعقاب احداث طابا. طيب وطلعت من السجن؟ طلعت من السجن عايش حياتي ما في اي شيء، لكن امورك ماشيه ماشيه سنين.